يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيكم بمادة الـ Embedded Systems على الفصل الصيفي إن شاء الله. راح نكون مع بعض خلال تقريبا هالشهرين في هاي المادة اللي أنا بعتبرها من المواد الممتعة في الخطط الدراسية لأقسام الحاسوب والكهرباء والميكاترونكس. أنا دكتور إياد جعفر، راح نكون مع بعض إن شاء الله خلال فصل أونلاين. للأسف ما رح نقدر يعني نجتمع، لكن إن شاء الله الأمور تكون مفيدة وطيبة، يعني نوعا ما تعودنا على الآلية هاي في إعطاء المواد. خليني أبلش معكم اليوم بنظرة سريعة على محتويات هذا الكورس، بعض الإجراءات وبعض المعلومات اللي لها علاقة بهذا الكورس. ففي هذا الكورس زي ما حكيت أنا راح أكون معكم، معلوماتي هيها موجودة قدامكم من ناحية إيميل، من ناحية الموقع. طبعاً الموقع مهم، راح يكون في عليه السلايدات أكيد، النوتس اللي بنشرح منها. برضو بالموقع في عنا سيكشن خاص اسمه الريسورسز سيكشن، هذا السيكشن كتير مهم، فيه سامبل بروجرامز، فيه داتا شيتس، فيه ريسورسز أخرى كويس إنك دائما ترجع له as we go on through the course. وراح أضلني أنا أذكرك إنه على الموقع في كذا، على الموقع في كذا، أساس إنك تضلك متابع معنا. طبعا هون محطوط المكتب تبعي، غرفه رقم 402 بالقسم، لكن للاسف زي ما حكينا ما راح نكون موجودين، وبالتالي الاوفيس اورز ما بقدر اني احدد ساعه محدده، لكن انا افيلبل يعني غالبا متجاوب على التيمز. اذا في شيء ضروري، في شيء مهم، ممكن انه نجاوبه. بنفس الوقت يعني عاده بعد ما تخلص المحاضره في عندنا حوالي 10 to 15 minutes بتكون بين المحاضرات، برضه راح اضلني مشغل الميتنج، وبامكانك انك اذا في عندك اي اسئله اي استفسارات انك تسالني. اذا كان في الموضوع بده وقت اطول ما عندي مشكله، بننسق وقت، بنقعد على التيمز، على الزوم، وات ايفر، وبنتناقش وبنحكي. فما تتحرج انك اذا انت حاسس حالك في شيء بدك تسال عنه، انك تستغل هالوقت اللي بين المحاضرات، او انه اذا ما بتقدر انه ننسق مع بعض موعد مع بعض. في عندنا شعبتين هذا الفصل، هاي الشعبه رقم 1، في شعبه رقم 2 الساعه 11. ما عندي مشكله بدك تحضر الشعبه هاي، بدك تحضر الشعبه هذيك، بدك تحضر الريكوردد فيديوز. انا دائما بسجل المحاضرات وبحطها على اليوتيوب اول باول، غالبا اول ما تخلص المحاضره بعد نص ساعه تقريبا بتكون الحصه افيلبل على اليوتيوب. اللينك تبع اليوتيوب بلاي ليست موجود على الموقع لكل شعبة بشعبتها، يعني فأنت بسهولة بتقدر تتبع على المحاضرات اللي راحت عليك أو المحاضرات اللي ما حضرتها، لأني عادة بحط يعني التاريخ تبع كل محاضرة أول لما أرفعها على اليوتيوب. فأنا فليكسبل، يعني وين ما بدك تحضر احضر، بدك تحضر ريكوردد، اللي بيهمني في النهاية أنك تكون متابع أول بأول. هلا المادة هاي سهلة ممتنعة، بدها متابعة أول بأول، يعني إذا بلشت هيك تركن انه المحاضرات مسجله وما تحضر والمحاضرات، راح تلاقي حالك انك بلشت تتوه. فهي نقطه مهمه، وفي الاغلب كل مواد الهندسه بهذا الشكل، يعني لازم انك تتابع اول باول، تتدرب اول باول حتى انك تتمكن من الموضوع. هدف هذا الكورس، هذا الكورس هو Embedded Systems، يعني الأنظمة المضمنة، يعني عبارة عن الكمبيوتر سيستمز المستخدمة في كثير من الأجهزة اللي نتعامل معها في حياتنا العملية. فرح نطلع بهذا الكورس على أساسيات ومفاهيم رئيسية في عالم Embedded Systems. رح نحكي عن المايكرو كنترولرز وشو هي المايكرو كنترولر وكيف شكلها من جوا، وناخذ امثله عليها وندرس بعض الموديلات الموجوده حتى فعليا نطبق المفاهيم الرئيسيه اللي موجوده في الامبيدد سيستمز. فراح نشوف كيف نبرمج المايكرو كنترولرز وكيف نستخدمها حتى نصمم يعني امبيدد سيستمز بسيطه. طبعا الكورس بيركز على الاساسيات، ما راح نصمم سيستم كبير، امبيدد سيستم كبير ولا متوسط حتى. في اللاب انت بتسنح لك الفرصه انك تطبق هاي المفاهيم على سيستمز اكبر، وبالذات لما يكون في عندنا في اللاب البروجكت، يعني في اللاب في بروجكت كبير نسبيا بتطبق فيه المفاهيم من ناحيه برمجه ومن ناحيه هاردوير ديزاين. هلا هذا الكورس زي ما راح نشوف يعني فيه بالداخل مع مواضيع اخرى كثيره،
بالداخل مع السيركت شوي، بالداخل مع الالكترونكس شوي، بالداخل مع الكوميونيكيشن شوي، داخل مع اللوجيك حتى يعني ديجيتال لوجيك. يعني مش بالعمق اللي ممكن تخاف منه الان، لا هي شغلات سطحيه، معلومات عامه من هاي الكورسات المختلفه، والله اومز لو، كي سي ال، شويه ترانزستورز، شويه لوجيك جيتس، هاي المعلومات ضروري نكون متذكرينها ومتمكنين منها. الكتاب المعتمد لهذا الكورس هو Designing Embedded Systems with PIC Microcontrollers لتيم ويلمهرست، يعني السكند إديشن. هو من الكتب البسيطة اللي بتعرض موضوع Embedded Systems، ومن الكتب الكويسة اللي بتحكي اللي بتستخدم PIC Microcontrollers to demonstrate المفاهيم Embedded Systems. طبعاً في First Edition، في Second Edition للكتاب، whatever you have is good، يعني سواء First Edition أو Second Edition، لكن أنا بفضل Second Edition لأنه Second Edition تتميز عن First Edition في أنه فيها أسئلة. يعني في نهاية كل شابتر زي ما احنا متعودين في كل الكتب اللي متعامل معها في problems، practice problems، بتقدر انك بعد ما تدرس انك تجرب تحلها. النسخة الأولى من الكتاب ما فيها problems، وهذا كانت يعني من العيوب الرئيسية في الإديشن فيرست إديشن، إنه ما في problems exercises حتى إنه الطالب يتدرب، لكن المؤلف اداركها في السكند إديشن. طبعاً هذا الكتاب بيحكي عن الـ Embedded Systems من وجهة نظر الـ PIC Microcontrollers، من ناحية استخدام الـ PIC Microcontrollers في تصميم الـ Embedded Systems، لكن الـ PIC Microcontrollers مش الـ Microcontrollers الوحيدة الموجودة في العالم، في أنواع كثيرة ومختلفة، لكن هي الأكثر شهرة، كانت الأكثر شهرة والأكثر انتشاراً في فترة سابقة. فبالتالي بتلاقي في resources كثيرة على موضوع استخدام الـ PIC Microcontrollers، من أهمها المايكروتشيب ويب سايت اللي هي الشركة المصنعة على المايكرو كنترولر، هذه فيها ريسورسز كثيرة على المايكرو كنترولر. طبعا زي ما حكيت كانت يعني من أشهر المايكرو كنترولرز ومن أكثرها انتشارا في موضوع تصميم الامبيدد سيستمز. That's why بتلاقي في لها كتير support على الإنترنت، يعني شو ما تسأل على PIC microcontroller بتلاقي في لك جواب، بتلاقي برامج كاملة، بتلاقي systems كاملة موجودة، بتلاقي إجابات، بتلاقي معلومات يعني مختلفة موجودة. very يعني الإنترنت يعني غنية بالمعلومات عن البيك مايكرو كنترولرز. طبعا هلا الدنيا عم تتغير، يعني هلا الناس عم تروح على الاردوينو، الناس عم تروح على الرازبيري باي، لكن في النهايه الكونسبت هي نفسها. يعني في كثير طلاب بيحكوا لي ليش بتدرسنا بيك مايكرو كنترولرز وفي رازبيري باي وفي اردوينو؟ احنا هون هدفنا انه نتعرف على المفاهيم، فواتيفر موديل بتاخذ او نوع من المايكرو كنترولرز بتاخذ حتى انك تسوي امبيد سيستم، في النهاية راح تستخدم نفس المفاهيم، زي مثلاً إنك تبرمج، إنك تسوي تتعامل مع التايمرز، تتعامل مع السيريال كوميونيكيشن، مع الأنالوج تو ديجيتال كونفرجن، كلها المفاهيم نفسها، لكن تتغير القالب تبعها كيف امبلمنتد حسب نوع المايكرو كنترولر. فالشخص اللي بيخلص هذا الكورس بسهوله بيقدر يروح والله يمسك اردوينو، بيقدر يروح يحكي يستخدم مثلا راسبيري باي او اي مايكرو كنترولر اخرى موجوده بالسوق. طبعا عالم الامبيدد سيستمز عالم كبير، يعني في مواضيع كثيره ممكن نغطيها، فالوقت ما بيسمح انك تغطي كل شيء في هذا الكورس، فاحنا انتقينا بعض المواضيع الرئيسيه وبعض المواضيع المتقدمه. فاللي باللون الازرق هي المواضيع اللي راح نغطيها تقريبا لغايه فتره الميدتيرم، اللي هي بتغطي البيسكس اوف امبيدد سيستمز. فبنحكي شو يعني امبيدد سيستم، بنحكي شوي عن البيك مايكرو كنترولرز بشابتر 2، الاركيتكتشر والاورجنايزيشن تبعها من الداخل وكيف نبرمجها بشابتر 4، بنحكي بلغة الاسمبلي طبعا احنا راح نبرمج في هذا الكورس. بعدين نحكي عن مفهوم التايمرز والانتربتس والكاونترز بشابتر 6، وبنحكي عن البارلل بورتس بشابتر 3. فهاي المواضيع عادة يعني مفاهيم مشتركة بين كل المايكرو كنترولرز، لكن الامبلمنتيشن قد يكون تبعها مختلف شوي. هلا بعد المتر بنبلش نحكي عن شوي مواضيع برضو مشتركة بين كل المايكرو كنترولرز، لكنها شوي تعتبر، ما بديش أحكي advanced، لكنها تعتبر مواضيع يعني تخرج من إطار أساسيات الامبيدد سيستمز. بنحكي عن السيريال كوميونيكيشن، داتا اكوزيشن، انترفيسينج تو فيزيكال ديفايسز وذ ذا هيومنز،
وبنحكي برضو مثلا عن الكابتشر كومبير والبلس ويث موديوليشن في مواضيع اخرى في الكتاب، لكن ما في وقت انه نغطيها. فغالبا هيك التقسيمه بتصير، هاي المواضيع بالازرق هي مواضيع اللي غالبا بتدخل في الميد تيرم، مرات البارالل بورتس ما بنقدر نغطيها كلها اللي هو اخر موضوع باللون الازرق، يعني حسب كيف بتمشي الامور. توزيع العلامات زي الفصل الماضي وزي الفصول الماضية في الكورونا، في فترة الكورونا راح يكون في عنا كوزز وكمان في عنا ميدترم وفاينل إكزام. هلا قبل الكورونا إحنا كنا يعني نسوي 10 علامات بروجكت صغير، كنا نسميه ميني بروجكت حتى أنه يكون في هاندز أون إكسبيرينس، لكن شوي مع الكورونا وعجقة يعني التدريس والدراسة سواء للمدرسين أو للطلاب شوي صعب أنه نسوي كويز تسوي بروجكت عفوا، مع إيماني بأنه البروجكت كان كثير مفيد لكثير من الطلاب. فرح أمشي زي الفصل الماضي، ما رح يكون فيه الميني بروجكت، لكن رح أضلني أشد عليك أنه تجرب بإيدك أنك تسوي كثير من الشغلات باستخدام البرامج والسيميوليترز اللي بنستخدمها إحنا أصلاً في لاب الإمبيدد، لأنه إذا ما بتستخدم يعني إذا ما بتطبق بإيدك نوعاً ما مرات يعني بتضلها الأمور بالنسبة لك عايمة، ويعني عم تحفظ فعلياً ما عم بتشوف إشياء على أرض الواقع. رح أحاول إني أشجعك غالباً بإني أنا أسوي لك ديموز قدامك إنه لبعض السيستمز اللي بنبنيها لبعض الأفكار اللي بنحكي عنها من خلال السيميوليتر اللي مستخدم في اللاب اللي هو البروتوس، حتى فعلياً تصير يعني الأمور أوضح بالنسبة لك. زي ما حكيت عن الموقع تبعي، يعني لما تروح على هذا الموقع اللينك بتختار من هناك كورسز وبيطلع لك على بداية رأس الصفحة كورسات الفصل الصيفي، بتختار الامبيد سيستم زي ما حكيت، في السلايدات، في اللينكس لليوتيوب بلاي ليست تبعت الشعبة مثلا، في ريسورسز أخرى كداتا شيتس وسامبل بروجرامز وهكذا. طبعا الكتاب فيه له موقع بس مش هالموقع العظيم، يعني ما فيش فيه المعلومات الكبيرة، لكن اطلع عليه إذا ممكن يفيدك بجانب معين. هلا هاي البوليسيز هي مش للصيف يعني، بس انا ما عدلتهاش بصراحه، يعني موضوع الحضور والغياب. موضوع الحضور والغياب انا من حتى من قبل الكورونا لا اؤمن به، يعني لا اؤمن اني انا لازم يعني امسك واحد طالب او طالبه عمره 18 19 20 21 سنه واقول له تعال احضر، واذا ما بتحضر انا بعاقبك. يعني اذا ما عنده، ما وصل هذا الطالب اللي عمره 20 21 سنه لمرحلة إنه يصير مسؤول، إنه هو مسجل في كورس معين، دافع فلوس جاي يتعلم، إنه يحضر سواء كان لايف أو ريكوردد، إنه يحضر ويدرس ويتابع، فهي مشكلته مش مشكلتي. فما رح أخذ حضور غياب، يعني زي ما حكيت في البداية حبيت تحضر في هاي الشعبة، في الشعبة الثانية تحضر ريكوردد، it's up to you. المهم في النهاية أنا اللي بهمني زي ما حكوا الجوهر، إنه أنا بهمني إنك تحضر المحاضرة بغض النظر كيف، وتدرس وتسوي اللي عليك. طبعا في بعض الشغلات هون يعني زي ما حكيت إنه هذا الكورس سهل ممتنع، في كتير تفاصيل يعني بدك تتبع أول بأول، لأنك في منبني يعني بالذات في البدايات قبل المتر منبني كل موضوع ببني على الموضوع اللي قبله. يعني لما نيجي نحكي عن الأركيتكتشر تبع المايكرو كنترولر، إذا ما كنا فاهمينه لما نروح نتعلم كيف نبرمج هاي المايكرو كنترولر راح تصير الأمور شوي صعبة علينا. إذا ما تابعنا راح تلاقي لما نروح على مثلا موضوع التايمرز والسبروتينز والإنتربت وانت مش فاهم مش دارس كيف بتتبرمج المايكرو كنترولر، راح تلاقي انه في عندك مشكلة وراح تلاقي فيه جابس، فبتصير الجابس تكبر شوي شوي مع الوقت إذا انت فعليا ضليتك على نفس البيهيفير انك مش عم بتتابع ومش عم تدرس اول باول. هلا هون في ملاحظه اللي هي it is recommended that you take the lab with the course. انا هذه انا مش انا اللي كاتبها، هذه المفروض اني اشيلها. للناس اللي ماخذ اللاب مع الكورس انا بنصحهم انهم ما ياخذوا اللاب مع الكورس. اللاب البيس تبعه سريع زي كل اللابات، يعني اللي نزل معي اللاب نزل اللاب هلا على الصيف يوم الثلاثاء عنده اول تجربه وهو ما بيعرف شيء في المبدا، فراح تكون الامور شوي صعبه بالذات بالصيف. فهاي هذه الملاحظه مش كتير انا محا بالذات على الفصل الصيفي،
اللي عم بس اللي عم بفكر انه يسالني هذا السؤال، انا بحكي له ما تنزل اللاب مع الصيف، اللاب على الصيف مع الماده الا اذا انت يعني متفرغ، يعني بدك تقعد تدرس للاب دراسه فعليا، يعني بدك تصير تسبق الكورس. يعني زي ما حكيت الاسبوع هذا رح يسوي تجربه رقم واحد، ولولا انه الاسبوع الجاي عيد، الاسبوع الجاي بيسوي تجربه رقم اثنين وبيسوي تجربه رقم ثلاث، وانا لسه بكون لسه مش مبلش احكي عن برمجه المايكرو كنترولر. يعني لو في محاضرات الاسبوع الجاي، مع نهايه الاسبوع الجاي يا دوبك اكون بلشت احكي عن برمجه المايكرو كنترولر، وبينما في اللاب بيكونوا خلصوا كل التجارب اللي لها علاقه في البرمجه. فنصيحتي للناس اللي منزلين اللاب، اسحب اللاب ونزله على الفصل الاول مباشره بعد ما تخلص الكورس، بتكون امورك ممتازه. يعني بتلاقي حالك كثير اللاب سهل، وهو فعليا سهل، لكن لواحد يعني ما اخذ الكورس. فهذه النصيحه. شغله اخرى، الداتا شيت، زي ما حكيت في داتا شيتس على الموقع، هذول كويس انك تنزلهم وتصير انك ترجع لهم، مع انه المعلومات اللي فيهم موجوده في الكتاب وموجوده نوعا ما في السلايدز، بس it is good practice انه الشخص والطالب يعني كطالب هندسه يعرف يفتح داتا شيت ويعرف يتحرك جواها ويدور على المعلومه تبعته جوا الداتا شيت. يعني في كثير ناس بتخرج من الجامعه هو بيعرفش يعني شو يعني داتا شيت، كيف شكل الداتا شيت، وكيف يدور على المعلومه جوا الداتا شيت. وهم مش كتار، يعني تو داتا شيتس، يعني التو مايكرو كنترولرز اللي راح نشرحهم بهذا الكورس. هلا ما بعرف بالنسبه للامتحانات، هم حكوا الفصل الصيفي كاملا اونلاين او عن بعد، بس الامتحانات برضو كانه خلوها معلقه، فخليها لوقتها بنشوف. يعني هي الامتحانات اونلاين ولا مش اونلاين، بس يعني هي بطلت تفرق كثير يعني. بس هي على الاغلب اتوقع التوجه راح يكون انه زي الفصول السابقه فيما يتعلق بالامتحانات. فهذا بشكل سريع اللي بدنا اياه، يعني المعلومات عن الكورس التفاصيل. فاذا في اي سؤال انا يعني بسمعكم. في حدا عنده اي استفسار او اي سؤال؟ مرحبا دكتور. اهلا. هلا كثير صعب انه ننزل اللاب مع الماده. انا حكيت ما بنصح ابدا، بالذات على الصيف. يعني الصيف انت عارفه شو يعني الصيف، يعني لابين في الاسبوع، يعني بصراحه مصيبه. يعني هينا اليوم بدنا نجيبهم مثلا اول، مش اول تجربه، اول حصه في اللاب بدنا نعطيهم انتدكشن، يوم الثلاثاء بده يسوي اول تجربه، بعد العيد بده يكون الاسبوع بعد العيد مباشره راح يسوي تجربتين. طب انا في الماده بكون لسه يا بقول يا الله، يعني لسه مستحيل انك انت يعني تقدر تمشي في اللاب الا اذا انت درست اللاب لحالك، وهذا الكلام بتهيالي يعني شوي صعب. كم ساعه منزله انت يا ليان؟ لين منزله 10. يعني ضغط يعني اذا مش مضطرة. أنا نصيحتي إليك نزلي على الفصل الأول، بتكوني فاهمة يعني عندك فهم شامل وكامل للمادة، وبتقدر تمشي باللاب بكل أريحية، ما راح تواجه أي مشاكل. تمام دكتور، هحاول أشير. أنا هذا نصيحتي، يعني عادة بيكونوا على الفصل الاعتيادي وبحكي لهم اسحبوه بصراحة، لأنه حرام، يعني ما بيقدر الطالب يمشي لحاله، وراح يشوف مصيبة كبيرة. لا ما بدنا اياه، يعني بدنا ناقص هالساعة. انا هذا اقتراحي. تمام شكرا. تمام اوكي. هلا بالنسبة للكويزات، يعني غالبا راح نمشي برضه زي الفصل الماضي، يعني من 3-4 كويزات، يعني ممكن نسوي لك كويزين قبل الميدتيرم، كويز او كويزين بعد الميدتيرم، وعليهم 20 علامة محرزات. يعني فبدك تحاول انك ما تغيب عن الكويز. الفصل الماضي يعني سوينا لهم حسبه معينه، ما we did not drop any of them، بس سوينا waiting، يعني يعني بعض الكويزات اخذنا علامتها كامله، بعض الكويزات اخذنا 30% منها، كانه واحد منهم اخذنا منه 20%، شيء 50% 30-20 شيء زيك. بس ما تعتمد على شيء، دائما ابذل القصارى جهدك حتى تجيب
يعني أفضل علامة في كل الكويزات، ومن هون لنهاية الفصل بكون فرج، نعرفش شو اللي بنسوي. تمام؟ طيب خلينا نكسب الوقت، الفصل الصيفي مضغوط، وصيفي رايح منه 4 أيام برضو للعيد، وفي يوم بده يروح رأس السنة الهجرية، فخلينا نبلش من اليوم أساس ما ننزلق خلال الفصل. فراح أبدأ بشابتر 1. شابتر 1 من الشابترز البسيطة والسهلة والسلسة، واللي فيها ولكنها بنفس الوقت يعني ضرورية، بتقدم مفاهيم رئيسية في عالم الـ Embedded Systems. فبهذا الشابتر راح نحكي عن تعريف الـ Embedded System، شو يعني الـ Embedded System، شو خصائص الـ Embedded System، شو المكونات الرئيسية اللي غالباً ممكن تشوفها في الـ Embedded Systems، نتطلع بشكل سريع على بعض الـ Examples. بعد هيك راح نبلش نحكي عن نراجع لكم بعض المفاهيم الرئيسية والمهمة في عالم الكمبيوتر، واللي لازم نتمكن منها حتى أنه نقدر نمشي مع بعض. بعدين راح نحكي عن الفرق بين المايكرو بروسيسور والمايكرو كنترولر. يمكن معظمكم أخذ أسمبلي لانجويج ودرس الانتل مايكرو بروسيسور الـ 8086 والـ 8088 كأنه بتدرسوا هناك. فراح نشوف شو الفرق بين المايكرو بروسيسور اللي درسنا هناك وبين الكومبوننت اللي مستخدمة في تصنيع أو في بناء الامبيدد سيستمز اللي هم نسميها مايكرو كنترولر. تكنيكلي المايكرو كنترولر هي مايكرو بروسيسور مع بعض الاختلافات، يعني في اختلافات بين الاثنين. بعدين راح نحكي بشكل سريع عن مثال على المايكرو كنترولر اللي هم البيك مايكرو كنترولر، نطلع بشكل سريع عن البيك 12 مايكرو كنترولر، لمحة سريعة. لكن لما ننتقل على شابتر 2 بناخذ بالتفصيل موديل معين من هدول البيك مايكرو كنترولرز وبندرسه بتعمق حتى نقدر نستخدمه في بناء الامبيدد سيستمز. فخلينا نبلش بالامبيدد سيستمز. What do we mean by an embedded system؟ يعني لو جينا حكينا شو يعني embedded system؟ هلا بالعربي هي أنظمة مضمنة. مضمنة مضمن يعني لما نحكي مضمن يعني يعني مخفي أو implied، إنه هو إشي موجود لكن أنا مش شايفه، غالبا إشي زي هيك. فلو جينا نفكر إيش يعني system أنا يعني مش شايفه، What do we mean إنه system embedded، مخفي أو مضمن؟ شو معنى embedded system؟ زي إيش مثلاً embedded system؟ في حدا عنده تصور شو يعني embedded system؟ شو في مثال على embedded system؟ هلا embedded system لو جينا نفكر نطلع حوالينا، أنت وقاعد هلا يمكن في البيت أو ما بعرف وين موجود، وتشوف شو في حواليك أجهزة بتريحك في الحياة، أجهزة بتساعدك في الحياة، راح تلاقي في أمثلة كثير عليها. فمثلا لو أنت قريب من لو أنت قاعد بغرفة القعدة، راح تلاقي إنه في مثلا مكيف، وهذا المكيف بقدر أتحكم فيه أنا من خلال الريموت كنترول، بحكي له والله شغل لي بارد، شغل لي حامي، زد لي سرعة المروحة، زد لي درجة الحرارة، نزل لي درجة الحرارة، مظبوط؟ فالآن هذا المكيف فعليا هو مكيف، هو وظيفته التبريد، وظيفته الرئيسية التبريد، وظيفته الرئيسية أنه يدفي الغرفة. لكن أنا عندي كيوزر عندي قدرة أني أتحكم فيه، لأن بما أني بقدر أتحكم فيه وبقدر أطلب منه يتخذ قرار معين، مثلا والله إذا زادت درجة الحرارة عن حرارة معينة اشتغل وبرد لي الغرفة، زد لي درجة سرعة المروحة، وهكذا. فإذا هذا السيستم عم بيتقبل مني كوماندز وعم بنفذ هاي الكوماند، هذا السيستم برضو بيقدر يسوي decision making، إنه يسوي هيك أو ما يسوي هيك بناء على معطيات معينة. فيبدو أن هذا السيستم فيه نوع من الانتليجنس، هو مش انتليجنس، هو decision making، يعني بيقدر يستقبل كوماند، بيقدر يفهمها وبيقدر يترجم هاي الكوماند into actions. فيبدو أنه هذا السيستم فيه نوع من الكمبيوتينج، فيه قدرة أنه يحسب، فيه قدرة أنه يتخذ قرار. فإذا لكن هذا السيستم اللي هو المكيف is not a computer، يعني هو أنا حاسس أنه هو زيه زي الكمبيوتر، بيقدر يأخذ commands وبيقدر يفهم هاي الكوماندز وبيقدر يترجمها ويسوي actions، لكن بنفس الوقت it is not a usual computer، هو مش كمبيوتر اعتيادي زي اللي احنا بنستخدمه زي التابلت ولا الموبايل ولا اللابتوب. هو مش كمبيوتر بقدر استخدمه for general purpose، هو الكمبيوتر الموجود داخل المكيف بيؤدي وظائف محددة، وهي الوظائف غالباً طبيعتها تحكم، غالباً طبيعتها كنترول.
يعني وغالبا طبيعتها انه ريل تايم، انه لازم السيستم يتفاعل ويشتغل بالريل تايم. ريل تايم يعني اول ما احكي له زيد درجه الحراره مباشره بزيد درجه الحراره as soon as possible، غير سرعه المروحه مباشره بغير من سرعه المروحه. فاذا الامبيدد سيستم هو عباره عن كمبيوتر سيستم، لكن هذا الكمبيوتر سيستم هو امبيدد داخل سيستم اخر او داخل سيستم، هو جزء من سيستم آخر، وأنا ما بشوفه ككمبيوتر، يعني ما بقدر أشوفه كجنرال بيربوس كمبيوتر. هذا الكمبيوتينج هاردوير أو هذا الكمبيوتينج سيستم موجود داخل سيستم آخر بيؤدي وظائف محددة فقط. يعني الكمبيوتر الموجود داخل المكيف ما بقدر يسوي كل شيء، بس موجود حتى يسوي وظائف محددة، زي ما حكينا أنه يستقبل الكوماندز تبعتي من الريموت كنترول وينفذها. الوظائف المحددة اللي بيسويها هذا الكمبيوتر اللي مخبى جوا المكيف اللي هو جزء من سيستم أكبر فيه other components، وظائف غالباً وظائف تحكم control، غالباً وظائف تتطلب أنها تتنفذ بريال تايم. فإذا الكمبيوتر embedded system هو computer system that is designed to perform one or few dedicated tasks or functions، ما بيقدر يسوي غير مجموعة محددة من الوظائف. هو مصمم إنه ومحطوط جوا هذا السيستم حتى يسوي هاي الوظائف فقط، وما بقدر استخدمه حتى يسوي وظائف أخرى. وغالبا هاي الوظائف زي ما حكينا هي real time، وهاي الوظائف غالبا هي control. فالإمبيدد سيستم، فالكمبيوتر سيستم هذا اللي عم نحكي عنه هو embedded as part of another of a larger system of a bigger system that usually contains other components. ممكن تكون ميكانيكال كومبوننتس، ممكن تكون الكترونيك كومبوننتس اخرى موجوده في السيستم. فهذا الكمبيوتر هاردوير وظيفته يتحكم بما تبقى من كومبوننتس موجوده في السيستم. زي مثال عليها دائما بضربه المكيف زي ما حكينا، يعني دائما خلي المكيف في بالك، مكيف في جواته كمبيوتر، لكن هذا الكمبيوتر يعني محدود، قدراته محدودة. هذا الكمبيوتر وظائفه اللي ممكن يسويها محدودة ومعرفة، cannot be used to perform other tasks بشكل سهل. هلا ممكن أنا أخذ الكمبيوتر اللي موجود داخل المكيف أفكه وأحطه بأنذر سيستم وأعيد برمجته وأعيد تصميم السيركت والسيستم والكمبوننتس الموجودة حواليه حتى أنه يسوي وظائف أخرى، لكن بوضعه الحالي اللي هو موجود داخل المكيف يعني مش مستحيل، صعب جدا اني او مش رح يزبط اني اطلب من هذا الكمبيوتينج هاردوير اللي داخل المكيف والله مثلا انه اروح احكي له يلا بدي انزل ويندوز واخليك تنفذ لي تشغل لي برامج جوا، ما بزبط. هذا مش وظيفته، ولا هو اصلا زي ما راح نشوف ليتر هذا الكمبيوتينج هاردوير اللي موجود داخل المكيف عنده قدره انه يسوي هذا الحكي. يعني قدراته من ناحيه سرعه ومن ناحيه ميموري ما بتسمح له انه يسوي التاسكس اللي بنسويها والفانكشنز اللي بنسويها على الكمبيوتر الاعتيادي اللي هو بنسميه الجنرال بيربوس كمبيوتر. الجنرال بيربوس كمبيوتر اللي هو بنعرفه، يعني اللابتوب التابلت، هذا بنقدر ننزل عليه برامج وما بدنا، بنقدر نسوي عليه اشياء كثيره ومتنوعه، يعني ما في ليميتيشنز ثيوريتيكلي، ما في ليميتيشنز. لكن الكمبيوتينج هاردوير that is embedded, that is hidden inside a bigger system that contains other components, ممكن تكون mechanical electronic components اللي بيسوي وظائف محددة، هذا اللي هو بنسميه ال embedded system. فهذا هو مفهوم ال embedded system. من هون اجت كلمة embedded، انه هذا السيستم الكبير المكيف ولا الغسالة ولا النشافة ولا الريسيفر ولا الراوتر ولا هذول systems انت بتطلع عليه ما بتشوف كمبيوتر، لكن فعلياً there is a hidden computer inside it. حتى يشتغل هذا السيستم بالشكل اللي أنت بتتوقعه لازم يكون في computing hardware يستقبل الكوماند تبعتك، يطلع على الانفايرومنت المحيطة، يقرأ منها قراءات ويسوي actions، يترجمها ويسوي decisions. فهذه هي الفكرة الرئيسية بمفهوم الـ embedded system. It is a computer system that is hidden or that is part of a bigger system that contains other components. This computing system is supposed to perform few tasks. طبيعتها real time وطبيعتها control. غالبا بتحكم هذا computing hardware فيما بالother components الموجودة في البيج سيستم.
فالآن هذا هو تعريف الإمبيدد سيستم بشكل بسيط. هذا هو تعريف الإمبيدد سيستم. مثال عليها مثلا المكيف، مثال عليها الغسالة. أنت الغسالة بتيجي بتفتح الباب بتحط الغسيل، بعدين تسكر الباب بتصير تكبس كبسات وتحرك نوب، هذا بتحركه، بتختار مدة نوع يعني البرنامج تبع الغسيل، تحكي بدي يكون درجة الحرارة كذا، بدي سرعة التنشيف هالقد وهكذا. فالآن في كمبيوتر داخل الغسالة قاعد عم يستقبل منك هاي الكوماند وبترجمها بأنه بيتحكم بالمضخة، بيتحكم بالموتور اللي بلف الغسيل حتى أنه يؤدي الوظيفة المطلوبة. فالآن لو نتطلع على يعني أمثلة على embedded systems موجودة حوالينا ونحاول نشوف شو المكونات اللي موجودة ممكن تكون موجودة في embedded systems، زي الغسالة، زي النشافة، زي المكيف، زي الطابعة تبعت الكمبيوتر. الطابعة تبعت الكمبيوتر هي برضو مثال مثلا على embedded system، في جواها كمبيوتر، شوف هي مشبوكة على كمبيوتر حتى أطبع عليها، لكن بنفس الوقت هي في جواها كمبيوتر حتى أقدر إنه حتى أقدر إني أحكي مع الطابعة وأحكي لها والله أطبعي لي الصفحة، وهذا الكمبيوتر يصير يتحكم في الطابعة كيف تطلع الحبر وكيف تحرك الورق داخل الطابعة. ونجيني فلو طلعنا على أمثلة زي هيك ونحاول نشوف شو في components ممكن تكون موجودة في الـ embedded system. فهون the essence of embedded systems يعني شو هي مكونات الـ embedded system، شو المكونات، شو الـ components اللي ممكن تكون موجودة في الـ embedded system. طبعا أهم component بالتأكيد هي الـ computing hardware اللي هو الـ embedded computer hardware. وهذا الـ embedded computer hardware ببساطة هو عبارة عن electronic circuit مصممة بحيث أنها بتقدر تسوي processing لـ inputs وتطلع outputs، اللي هي بأبسط أشكالها اللي هي أنها تكون عندي microprocessor أو CPU. يعني أنا أجيب microprocessor أصير أدخل عليه معلومات يسوي عليها processing ويعطيني output، هذا output وظيفته يتحكم بباقي الكومبوننت. فممكن أنا أستخدم microprocessor حتى أبني الـ embedded system، هذا بنسميه الـ embedded computer. لكن زي ما راح نشوف الـ embedded systems عادة بنستخدم what we call الـ microcontrollers، وراح نشوف شو الفرق بينهم later on. فبالتأكيد أي embedded system لابد يكون في جواته embedded computer hardware اللي هو بكل بساطة إما microprocessor وإما microcontroller، والأكثر شيوعا هو microcontroller لأسباب كثيرة راح نشوفها لاحقا. لكن هل الـ embedded computer hardware هو الشيء الوحيد اللي بتوقع أنه يكون موجود أو المفروض يكون موجود في الـ embedded system؟ لا، لازم يكون في زي ما حكينا الـ embedded computer هذا بيكون في معه components ثانية فعلياً حتى يكون عندي السيستم الكبير. وظيفة هذا الكمبيوتر هاردوير هو يتحكم ويتخاطب ويحكي مع هاي الكومبوننتس الأخرى. فالآن حسب طبيعة الإمبيدد سيستم، حسب الوظائف اللي بيأديها الإمبيدد سيستم، ممكن يكون عندي أنواع أشكال مختلفة من الكومبوننتس، ورح نطلع على بعضها إحنا خلال هذا الكورس. فمثلاً ممكن يكون أنا عندي موجود داخل هذا السيستم كومبوننتس تمكنني أقرأ الـ environment الـ variables تبعت الـ environment اللي أنا عم بتحكم فيها. فمثلاً ممكن أنا أحتاج إنه يكون عندي في المكيف مثلاً يكون عندي component تقدر تقرأ درجة الحرارة تبعت الغرفة، وحتى أني أقدر أتحكم بدرجة الغرفة. فغالباً مثلاً ممكن بحتاج مثلاً temperature sensor، what we call temperature sensor، حتى أقرأ درجة الحرارة وأدخلها على الكمبيوتر هاردوير حتى أسوي processing وحتى أسوي decision، والله هل أشغل الكمبريسر ولا ما أشغل الكمبريسر، بناء هل درجة الحرارة الحالية أقل أو أعلى من درجة الحرارة المطلوبة اللي هي set value اللي طالبها اليوزر. ممكن يكون عندي أنواع مختلفة أخرى من السنسورز وظيفتها تقرأ زي ما حكينا other attributes من الانفايرمنت، والله مثلا يكون عندي light sensor إني أشوف هل في إضاءة في الغرفة ولا ما فيش إضاءة في الغرفة، عشان أحدد ككمبيوتينج هاردوير إنه هل أشغل الضواول في الغرفة ولا ما أشغلهم، هل أنزل الأبجور ولا ما أنزل الأبجور. فهذول نسميهم input variables. فحسب شو هو الـ embedded system ممكن يكون في عندي sensors وظيفتها تقرأ الـ environment، معلومات من الـ environment وتعطيها للـ embedded computer hardware حتى يسوي action معين أو decision معين. شو أنواع هاي السنسور، شو الـ variables اللي بتعامل معها، بتعتمد again على تطبيق أو الفانكشناليتي تبعت هذا السيستم. يعني في المكيف بالتأكيد في سنسور للحرارة،
مثلا بالمايكروويف ممكن يكون في عندي سنسور للحرارة أو ممكن ما يكون في عندي سنسور للحرارة وهكذا. مثلا ممكن بالروبوت، الروبوت اللي بيمشي لحاله مثلا لازم يكون في عندي مثلا هاد اللي هو زي اكوستيك سنسور اللي هو ممكن استخدمه حتى اعرف هل في اوبجكت قدام الروبوت او ما في اوبجكت قدام الروبوت. بنفس الوقت برضه ممكن الاقي حسب نوع الامبيد سيستم كومبوننتس بتتحكم بالانفايرمنت فاريبلز. يعني احنا حكينا السنسورز بستخدمها حتى اقرا من الانفايرمنت، لان وظيفه الكمبيوتر الامبيد سيستم عاده انه برضه يتحكم بالانفايرمنت فاريبل. يعني زي ما حكينا المكيف مش بس بده يقرا درجه الحراره، هو بده يتحكم بدرجه الحراره الموجوده في الغرفه، يعني بطريقة يحدد مثلا هل يشغل الكمبريسر او ما يشغله، هل يشغل المروحه ولا لا، هل يشغلها بسرعه معينه ولا ما يشغلها، وهكذا. فعاده بدي كومبوننت استخدمها حتى أثر على الانفايرمنت فاريبل. فراح نشوف امثله عليها، بس من اشهرهم انه يكون عندي مثلا سويتشز اتحكم اشغل او اطفي الاضواء، احرك شيء معين او ما احركه، افتح بوابه او ما افتح البوابه. فغالبا بيكون في عندي مثلا ريليز، بيكون في عندي موتورز اكتويترز حتى اني اتحكم بالانفايرمنت فاريبل. والله زي ما حكيت مثلا قبل شوي ما في خلص صارت الدنيا ليل، فبالتالي بدي انزل الابجورات، فلازم يكون عندي تمبريتشر سنسور يعطي اللايت سنسور يعطيني قراءه للكمبيوتينج هاردوير، والكمبيوتينج هاردوير يتخذ قرار انه يشغل موتور معين حتى ينزل الابجور مثلا ويضوي ضوء الغرفه، ويكون عندي مثلا سويتش عن طريقه اشغل اضواء الغرفه وانزل الابجور، موتور انزل الابجور. فغالبا ممكن تلاقي بعض الكومبوننتس اللي لها علاقه بالتحكم بالانفايرمنت فاريبل. برضو من الكومبوننتس الاخرى اللي ممكن اللي غالبا بتلاقي شكل من اشكالها في معظم الامبيد سيستم اللي هي الكومبوننتس اللي متمكن الانسان انه يتفاعل مع هذا الامبيدد سيستم. فبتلاقي كثير من الامبيدد سيستمز مثلا فيهم كبسات push buttons أو switches، ممكن يكون في keypad. برضو بتلاقي كتير معظم embedded systems فيهم indicators، فيهم display components زي light emitting diodes، زي 7 segment displays، زي مثلا LCD. هذه components بتلاقي معظم embedded systems بتلاقي فيها لها يعني موجودة حتى يكون في نوع من interaction بين السيستم وبين الإنسان اللي هو اليوزر انتراكشن او الهيومن انتراكشن. طبعا مش بالضروره تكون كل هدول الكومبوننتس موجوده في كل الامبيد سيستم، زي ما حكيت حسب شو بيسوي هذا الامبيد سيستم بتلاقي يعني واحد او اكثر من هدول الكومبوننتس وباشكال مختلفه حسب طبيعه عمل هذا الامبيد سيستم. الان من الكومبوننتس اللي برضه ممكن تشوفها موجوده في بعض الامبيد سيستمز اللي هو ان يكون هذا السيستم مشبوك مع سيستم اخر، يعني الـ embedded system ككل مشبوك مع system آخر، فممكن يكون في link to other system، وهاي link ممكن تكون عبارة عن بأبسط أشكالها مثلاً تكون عبارة عن أسلاك بين هذا system والsystem آخر، وبيتم فيها نقل الداتا من هذا الـ embedded system للـ other system. ممكن تكون عبارة عن wireless connection، wireless network، ممكن تكون wired network، ممكن تكون bluetooth، ممكن تكون radio connection، ممكن تكون أسلاك عادية بس فقط يعني سلك من هون من هذا السيستم لهذا السيستم. وهذا الكلام بحتاجه في بعض التطبيقات، بحتاج إنه الإمبيدد سيستم تبعي يكون مشبوك مع سيستم آخر. يمكن من الأشياء اللي يمكن عم تسمعوها مثلاً الإنترنت أوف ثينجز، مظبوط؟ هلا الإنترنت أوف ثينجز تتقاطع كثير مع الإمبيدد سيستم، لأنه الثينج اللي عم نحكي عنه في الإنترنت أوف ثينجز هو عبارة عن إمبيدد سيستم بكل بساطة. يعني ممكن الغسالة والتلاجة والمكيف والبرينتر وكل شغلات الامبيد سيستمز حولنا ممكن بكل بساطة اني اشبكها على الانترنت وتصير تزودني بمعلومات، وتصير اخذ منها قراءات، يعني وبالتالي بدي كونكتيفيتي بين هاي الامبيد سيستمز وبين الانترنت. فهذا الكلام عم بينتشر الآن، كثير من الديفايسز اللي عم تصير في بيوتنا وفي مكاتبنا هي صارت connected to the internet، صارت things
connected to the internet. وهذه things بكل بأبسط أشكالها إذا بدي أوصفها هي عبارة عن embedded system. فهذا كلام ممكن يكون موجود ورح نتعلم إحنا بهذا الكورس مثلا مثال كيف أشبك المايكرو كنترولر أو embedded computer hardware مع another system. ممكن يكون السيستم الآخر هو embedded system أو ممكن يكون server موجود على الإنترنت بياخد مني المعلومات عن طريق مثلا استخدام serial communication. رح نحكي عن serial communication بشابتر 10. فبشكل عام هذه هي يعني الكومبوننتس اللي ممكن تشوفها بالإمبيدد سيستمز. زي ما حكيت ممكن تكون كلها موجودة أو ممكن يكون جزء منها موجود وبأشكال مختلفة. الآن لو جبت هذا الإمبيدد كمبيوتر هاردوير وجبت يعني أنواع مختلفة من هدول الكومبوننتس وشبكتهم وبنيت السيستم وسويت انترفيسنج بشكل مرتب وحكيت يلا هاي صار موجود عندي الإمبيدد سيستم، هل هذا الامبيد سيستم لو شغلته لو اعطيته باور برايكم هل ممكن يشتغل؟ هل راح يشتغل؟ هل راح يبلش يسوي الوظائف اللي متوقع منه انه يسويها بالشكل المطلوب؟ ولا في شيء ناقص؟ لا في شيء لازم يكون موجود حتى هذا الهاردوير اللي انا بنيته من الكومبوننتس المختلفه اللي احنا شايفينها قدامنا لازم يكون موجود حتى يشتغل السيستم. Is there anything missing؟ يعني جبت الكومبوننتس كلها وشبكتها مع بعض وحكيت يا سيستم يا الله هاي الباور ويلا اشتغل، هل راح يشتغل السيستم؟ زي مكيف مثلا، جبت التمبريتشر سنسور وجبت الكمبريسر وجبت الكمبيوتر هاردوير وشبكتهم مع بعض بطريقه الكترونيه صحيحه 100% ما في مشاكل من ناحيه انترفيسنج وسويت باور اب، هل راح يشتغل؟ فعليا ما راح يشتغل. ليه؟ لانه اي كمبيوتر في الدنيا كهاردوير اذا بتاخده كهاردوير as is وتعطيه باور ما راح يسوي لك شيء. انت you have to tell this computing hardware what to do، لازم تحكي له، لازم تفهمه شو يسوي، كيف يتصرف، كيف يتفاعل. وعاده هذا الكلام كيف بوصله للكمبيوتينج هاردوير؟ يعني انا كيف بحكي للكمبيوتر تبعي يلا لما اكبس كبسه باور اب يلا اشتغل وشغل الويندوز وسوي وطلع وشغل الشاشه وسوي كل الامور هاي؟ لازم يكون في إشي يتحكم بهذا الكمبيوتينج هاردوير، لازم يكون في برنامج أنا أكتبه حتى يتحكم بهذا الكمبيوتينج هاردوير، مظبوط ولا لا؟ ففي كومبوننت مهمة جدا لازم تكون موجودة عندنا اللي هي السوفتوير، البرنامج اللي أنا بدي أكتبه حتى أتحكم بهذا الكمبيوتينج هاردوير وأفهمه كيف يتفاعل وكيف يحكي مع الكومبوننت الأخرى الموجودة في السيستم. فتصميم الامبيدد سيستمز از نوت اونلي اباوت هاردوير ديزاين، يعني الموضوع مش بس والله اني اجيب هالكومبوننتس المختلفه واشبكهم مع بعض ويلا انتهى الموضوع. لو تجيب افخم كومبوننتس في الدنيا وافخم كمبيوتر في الدنيا وما تعطيه سوفت وير يتحكم فيه ويفهمه شو اللي يسويه، هذا السيستم هذا الكمبيوتر از يوزليس، ملوش معنى، يعني ارميه وكبه على الزباله. فلازم يكون في سوفتوير. فعشان هيك تصميم الامبيدد سيستمز هو هاردوير ديزاين زائد سوفتوير ديزاين. واحنا في الجزء الاول راح نتعلم على السوفتوير، يعني حتى نعرف نبرمج ونفهم الامبيدد كمبيوتر هاردوير شو يسوي لازم نتعلم اللغه اللي بحكيها. فعشان هيك في الجزء الاول راح نقضيه على موضوع هاو تو بروجرام الكمبيوتينج هاردوير. طبعا هاو تو بروجرام بيعتمد شو نوعه هو، شو الموديل تبعه. فكل مايكرو كنترولر أو كل مايكرو بروسيسر فيه له اللغة الخاصة فيه اللي بتحاكي التصميم الداخلي تبعه، لأنه كل شركة بتصمم الـ CPU تبعتها والمايكرو كنترولر والمايكرو بروسيسر تبعها بطريقة الخاصة فيها، فبالتالي بتكون اللغة اللي بنحكي معها فيها مختلفة، لكن في النهاية اللوجيك تبع البروغرامينج هو واحد. فهي نقطة مهمة جداً إنه أكيد أنا بحاجة لسوفتوير حتى اني اتحكم بهذا الكمبيوتينج هاردوير حتى يعرف يحكي مع هدول الكومبوننتس المختلفه اللي موجوده في البيج سيستم اللي عم نتحكم فيه. اني كويستشن؟ طيب الان لو جينا نطلع برضه، يعني شفنا الان بشكل عام شو الكومبوننتس اللي ممكن تكون موجوده في الامبيدد سيستمز وفي امثله كثير عليها، يعني بس هم يعني اربع مجموعات رئيسيه،
input variables, output variables, user interaction, ولينك to other systems. هلا تحت كل واحدة من هاي المجموعات يندرج أشكال ألوان من الكومبوننتس، يعني عدد كبير من الكومبوننتس. ف يعني مش بس محصورين بالأشياء اللي أنا حاطهم، هدول just examples. طيب بعد ما شفنا الكومبوننتس اللي ممكن تكون موجودة، لو جينا برضو نتطلع على الإمبيدد سيستمز اللي موجودة حوالينا، يعني السيستمز الإلكترونية اللي بنتعامل معها إحنا، وفعليا في داخلها كمبيوتر، هي مش كمبيوتر لكنها هي كمبيوتر، في داخلها كمبيوتر وبتسوي عمليات تحكم وتسوي عمليات مختلفة. ونجي نسأل شو الخصائص المشتركة بين هاي السيستم، يعني لو نحاول نحط خصائص مشتركة بين الديفرنت اكزامبلز اللي موجودة على الامبيدد سيستمز، شو ممكن نحط كاركترستكس لهاي الامبيدد سيستمز؟ شو ممكن هيك اشي مشترك بين هاي الامبيدد سيستمز؟ اول شيء النقطه الرئيسيه انهم سوفت وير دريفن زي ما حكينا بشوي، يعني لازم يكون في سوفت وير يتحكم فيها، وهذا كلام منطقي، طالما في كومبيوتينج هاردوير لازم يكون في سوفت وير يتحكم بهذا الكومبيوتينج هاردوير. النقطه الثانيه they have to be reliable، لازم يعني يعتمد عليها هاي الاجهزه، يعني مش والله بيشتغل مره وعشرة لا، لما اجي احكي له باور اون بيشتغل مره وعشرة مرات بيشتغل، they have to be reliable. نقطة أخرى they have to operate in real time، غالبا معظم embedded systems they have to operate in real time، مش معقول والله أحكي للمكيف والله يغير لي سرعة المروحة، زيد سرعة المروحة، أكبس كبسة على الريموت والمكيف بعد 3 دقائق يزيد السرعة، it has to respond as soon as possible، وهذا هو مفهوم real time، وغالبا معظم embedded systems they have to operate in real time. الامبيدد سيستم زي ما حكينا فيهم كومبيوتينج هاردوير، والكومبيوتينج هاردوير ممكن يكون مايك بروسيسور اعتيادي بيستقبل انبوتس بيسوي بروسيسنج وبيطلع اوتبوت، لكن لا يفضل استخدم المايكرو بروسيسور زي ما راح نشوف ليتر غالبا، بس بفضل اني استخدم وات وي كول مايكرو كنترولر. وبشكل بسيط المايكرو كنترولر هي مايكرو بروسيسور لكن فيها شويه اختلافات عن المايكرو بروسيسور، هاي الاختلافات بتسهل علينا احنا كديزاينرز عملية تصميم وبناء الامبيدد سيستمز، في لأن لو بدي استخدم مايكرو بروسيسور راح تكون الأمور شوي أصعب بالذات فيما يتعلق بالهاردوير ديزاين، راح تكون أصعب نوعا ما برضو في كتابة البرامج لأنه المايكرو بروسيسور غالبا more complex. ونقطة الأخرى برضو إنه المايكرو بروسيسور استخدامه is more expensive من ناحية فلوس، من ناحية تكلفة is more expensive لأنه is more powerful، وبالتالي لو بدي استخدمه في بناء الامبيدد سيستم تبعي رح يصير الكوست تبع الامبيدد سيستم عالي، عشان هيك بنفضل نستخدم وات وي كول مايكرو كنترولر او دي اس بي ديجيتال سيجنال بروسيسور، لكن الشيء المتداول هو الاكثر المايكرو كنترولر. طبعا الدي اس بي هو مايكرو كنترولر لكن فيه فيتشرز اضافيه بتمكننا نسوي سيجنال بروسيسنج اوبريشنز بشكل اسهل ان كيس الامبيدد سيستم تبعي يعني بيحتاج هذا الكلام، لكن الامبيدد سيستمز الاعتياديه ما بتحتاج هذا، يعني غالبا ما بتحتاج ادفانسد سيجنال بروسيسنج كابابيليتيز. الامبيدد سيستمز اللي حوالينا لو نطلع عليها ممكن تلاقي زي ما حكينا انه فيها شيء بيسوي انتراكشن مع اليوزر، فيها شيء بيحكي مع اذر سيستمز عن طريق نتورك بأشكالها المختلفة وايرلس بلوتوث and so on. وممكن يكون الامبيدد سيستم ما بيسوي انتراكشن بشكل مباشر مع يوزر، ممكن يكون اوتونوموس. كيف يعني اوتونوموس؟ يعني قائم بذاته لحاله بيشتغل زي روبوت. الروبوت هو عبارة عن امبيدد سيستم بيمشي لحاله، بيعرف انه هون في قدامه حاجز بروح بلف، بيعرف انه في قدامه شخص بمد ايده بيسلم عليه، فهذا اوتونوموس سيستم، يعني بياخذ قرارات لحاله، ما في داعي انا كيوزر احكي له امشي لقدام ارجع لورا وهكذا، فممكن يكون الامبيد سيستم اوتونوموس. الامبيد سيستمز برضه من خصائصها انها بتشتغل على دايفيرس انبوت فاريبلز بدايفيرس انفايرمنتس حسب شو بيسوي الامبيد سيستم، يعني ممكن انبوت فاريبلز حكينا يعني اتريبيوتس من الانفايرمنت المحيطه، معلومات من الانفايرمنت المحيطه زي الحراره زي الاضاءه زي الضغط زي سرعه الرياح زي الرطوبه وهكذا. فهي مواصفات يعني مشتركه، يعني غالبا لو تاخذ تحاول هيك تحط قدامك
embedded systems، امثله على embedded systems، راح تلاقي انه كل هاي الامبيدد سيستمز تتشارك بهاي الخصائص اللي قدام. هلا وين موجود الامبيدد سيستمز؟ الامبيدد سيستمز ار ايفريوير. يعني احنا كبني ادمين اصلا كل ما لنا قاعدين بنصير كسلانين اكثر واكثر. وي وونت تو اوتوميت ايفريثينج، بدنا كل شيء يسوي لنا اياه الكمبيوتر. فبتلاقي الامبيدد سيستمز موجوده everywhere وبشكل مخيف فعليا، وانتشارها واسع. فبالسيارات، بالطيارات، بتروح على المصانع بتلاقي كلياتها كمبيوترايزد، كل شيء بيتحرك متحكم فيه من خلال الكمبيوتر، اللي هي مثلا خطوط الانتاج، الاضاءه، الكذا، الدخول والخروج للمصنع. في عالم الاتصالات، بالكونسيومر الكترونكس اللي هو اكثر شيء يمكن نتعامل معاه احنا، مثلا البرينتر، السكانر، الغساله، الثلاجه، بالميديكال، بالساينتفك اند ميديكال اكويبمنت. يعني انت لما تروح على لاب السيركت مثلا بتلاقي فيه اوسيلوسكوب، وبحكي لك هذا ديجيتال اوسيلوسكوب. هذا ديجيتال اوسيلوسكوب معناها فيه هو امبيدد سيستم، في جواته كمبيوتر بحول القراءات اللي انت بتدخلها عليه لديجيتال، من انالوج لديجيتال، وبمكنك انك تسوي ديسبلاي وتسوي ستور للفاليوز هذه وهكذا. فالإمبيد سيستمز موجود بمختلف القطاعات، بالسيارات، بالطيارات، بالمصانع، بالأجهزة الطبية. يعني روح على يعني الله لا يحيجكم، بتروح على المستشفى بتلاقي في أجهزة مختلفة، إشي بيقيس نبض القلب، إشي بيقيس حرارتك، وهكذا. أجهزة التصوير، السي تي سكانر، الإكس راي سكانر، كلها عبارة عن كمبيوترز، كلها فيها كمبيوترز. لكن هاي الكمبيوترز again is not are not general purpose computers. هي dedicated إنها تسوي الوظيفة اللي مخصصة لها في هذا الجهاز. فهون يعني بعض الأمثلة عليها، بعض الأمثلة على embedded systems. They are everywhere. وين ما تتطلع في embedded systems. هاي الكونسيومر إلكترونيكس، هدول الكمبيوتر بريفرالز، الأورج اللي بتعزف عليه، الجهاز اللي بتدفع عليه، اللي بيطبع لك الفاتورة، البلوتر، الراوتر، أجهزة القياس، وين ما تطلع موجودة الامبيدد سيستم. هلا الكتاب بيستعرض ثلاث أمثلة سريعة على الامبيدد سيستمز. فمثلا هون مثال الثلاجة، كلياتنا بيعرف ان الثلاجة انت بتفتح، تقدر تفتح باب الثلاجة وتحكي والله انا بدي درجة الحرارة مثلا هالقد، بدي اياها هاي، بدي اياها لو، بدي اياها ميديوم. لان هذا العملية اللي بتسويها، هاي القراءة، هذا السيتنج، هذا الاختيار بيدخل على كمبيوتر موجود داخل الثلاجة. انت بتختار الريكوايرد تمبريتشر، وبناء على الاكتوال تمبريتشر اللي موجوده داخل الثلاجه، الامبيدد هاردوير، امبيدد كمبيوتر هاردوير، بيتحكم بالكمبريسر اللي هي المضخه اللي موجوده داخل الثلاجه، مضخه الغاز اللي بتضغط الغاز حتى انها تتحكم بمقدار درجه الحراره، حتى انها فعليا يحاول انه يسوي الاكتوال تمبريتشر داخل الثلاجه تكون نفسها الريكوايرد تمبريتشر اللي حددها اليوزر. طبعا اكيد هذا الكمبيوتنج هاردوير ممكن يسوي الارم، يعطيك ضوء، يعطيك صوت اذا صار في اي خلل. ممكن يكون في ديسبلاي على الثلاجه، والله يحكي لك كم درجه الحراره حاليا جوا الثلاجه. يكون في ديسبلاي اكثر من هيك، والله مثلا يكون في مثلا ممكن تاتش سكرين انت تلمسها حتى انك تتحكم في الثلاجه. هاي الثلاجة لو كانت شوي ادفانسد ممكن يكون فيها نتورك انتر اكشن، ممكن تكون مشبوكة على النتورك، بتبعت قراءات على النتورك. ممكن انت تتحكم في هاي الثلاجة وانت قاعد في البرازيل، تتحكم في الثلاجة تبعتك، تحكي لها زيد الحرارة، قلل الحرارة، اطفي، تطفي الثلاجة، تفصلها، تشغلها قبل ما توصل على البيت، تكون مسافر، تحكي يلا شغل الثلاجة حتى تبلش تبرد عشان لما اوصل احط اغراضي. ف ممكن يكون في نتورك انتر اكشن، تكون كونكتد على الانترنت وتقدر تتواصل معها. مثال برضو بسيط اخر الكتاب بحطه، السيارات. السيارات وبالذات السيارات الحديثه من ال 5 ومن ال 90 واطلع، خلينا نحكي كلها فيها. طبعا حتحكي لي 90 حديثه، بقول لك يعني قصدي انه السيارات الحديثه، السيارات اللي صار فيها امبيدد كومبيوتينج هاردوير، هذا الامبيدد كومبيوتينج هاردوير مشبوك مع الاجهزه المختلفه الموجود، كومبوننتس المختلفه الموجوده في السياره، مشبوك على الموتور، مشبوك على الترانسميشن، على الجير، مشبوك على الابواب، مشبوك على
كل البريكنج سيستم بياخذ قراءات منه وبيعطيك انديكيشنز على التابلو عندك، بورجيك والله شو وضع الزيت، شو وضع المي، شو وضع الكذا، بورجيك درجة حرارة الموتور، بيعطيك الاي بي اس شغال مش شغال. كل هاي التفاصيل الكمبيوتينج هاردوير بيقراها من الكومبوننتس المختلفه بطريقه او باخرى، وبيعطيني هاي المعلومات على الداشبورد على على التابلو، وبيتحكم فيها بنفس الوقت، بيشغل اي بي اس، بيطفي اي بي اس، بيشغل المروحه تبعت الروديتر وهكذا. فالسيارات بشكل عام اللي حديثة، بلاش يعني كلمة حديثة، يعني زي ما حكيت if you go back حتى للسيارات اللي 94 وال 95 تحكي لي قديمة هاي، معقول فيها كمبيوتر؟ يس فيها كمبيوتر بيقرأ كل هاي القراءات وبيتحكم فيها. هلأ احنا جديد صرنا يمكن نشوف انه في كمبيوتر جوا السيارة، لانه صار يحطوا لك هالشاشة الضخمة ومعلومات وقراءات وكذا، لكن الكمبيوترز موجودة في السيارات من زمان، بتسوي كتير وظائف من الوظائف اللي حكيناها. حتى فعليا يعني اذا تطلع على سيارات مثلا يعني الفخمه هاي شوي زي البي ام، الاودي، المرسيدس، فيها اكثر من كمبيوتر وبيحكوا مع بعض، وكل كمبيوتر مسؤول عن جزئيه معينه من السياره، وذي ار نتورك توجذر وبيحكوا مع بعض حتى فعليا يعطوك يعني اوبريشنز مختلفه وميزات مختلفه في السياره. فهدول يعني example to examples عموميات. هلا في two examples في الكتاب المؤلف بيستخدمهم في أماكن مختلفة من الكتاب حتى يشرح المفاهيم اللي راح ندرسها في هذا الكورس. فهدول الأمثلة فعليا أنا ما راح أرجع أشرح عنهم، يعني ما راح أستخدمهم لأسباب كثيرة، لكن بحكي عنهم هون بس. فمثلا من الأمثلة اللي بيشرحها الكتاب اللي هو البينج بونج، إلكترونيك بينج بونج، هو عبارة عن إمبيدد سيستم فيه مايكرو كنترولر. هاي الإمبيدد سيستم، هاي المايكرو كنترولر مشبوكة على تو سويتشز ومشبوكة على ضوال، 8 ضوال، وبتحاكي هاي هذا السيستم بحاكي لعبة التنس الطاولة. يعني كل واحد من هدول السويتشز وكأنه عبارة عن مضرب، المضرب الركت اللي ماسكه اللاعب، والضوال هدول بحاكوا حركة الكرة. فعادة بتلاقي بكبس هاي الكبسة ببلشوا الضواو هدول زي كأنه ضربت الكرة، فبتبلش الكرة تتحرك هون، إنه بضوي الضواو اللي هون، يعني بضوي ضوء من هدول الضواو واحد يعني وراء الثاني حتى يحاكي عملية حركة الكرة. الشخص اللي قبالي لما توصل الكرة هون لازم يكبس الكبسة، إذا ما كبسها معناها ما قدر يصد الكرة ويرجع ليها، ف يعني بيصير عليه الطرف الآخر بيكسب نقطة. ففري سيمبل سيستم، الهدف منه يعني ما راح تلاقي بالسوق شيء اسمه إلكترونيك بينج بونج أكيد، لكن الكتاب بيبني هذا السيستم بيس باي بيس، وبيبرمج لك إياه برضو بيس باي بيس حتى يعلمك ويورجيك كيف ممكن أنك أنت فعليا تبني سيستم بسيط بهذا الشكل. فهذا السيستم موجود في الكتاب، والكود تبعه برضو موجود في الكتاب بالأبندكس موجود بشكل كامل، لكنه برضو الكتاب بيشرح عنه، يعني بياخد أجزاء من هذا الكود وبيشرح عنها في أماكن مختلفة حتى يورجيك ديمونستريشن كيف المبادئ مختلفة في الإمبيدد سيستم. برضو مثال آخر الكتاب بيستخدمه بس أنا ما راح أرجع له خلال الكورس، اللي هو مصمم روبوت، أوتونومس روبوت، مسميه هو الديربوت، هو مسميه ديربوت، هو هيك مسميه. فهذا الروبوت يعني يمكن برضو فاميليا مع هاي الفكرة، بيمشي لحاله، بيعرف اتجاهه، ففيه سينسورز بيقدر يعرف طريقه كيف يمشي وهل فيها في عوائق قدامه ولا لا، فيه يوزر انتر اكشن، كيباد وال سي دي، فيه اي ثينك برضه بوصله، ديجيتال كومباس، بيقدر يعرف انه اتجاهه رايح ساوث ولا نورث ولا ايست اند سو اون. فنفس الشيء انا ما راح ارجع لهذا الاكزامبل، هذا الاكزامبل الكود تبعه كثير طويل والكتاب حاطه في الابندكس، لكن شو هدفه المؤلف من هذا الموضوع؟ أجين إنه مثلاً لما يجي يشرح موضوع معين في الإمبيدد سيستمز بيجي بيحكي لك والله إحنا في الديربوت سويناها بهذا الشكل وهي الكود تبعها وهي شكل السيركت. كمان شوي بعد تشابترين بتلاقي بيحكي لك والله وهي النقطة في الديربوت إحنا استخدمنا هذا النوع من السنسورز وهي الكود تبعه وهي الحسابات تبعته وهي السيركت تبعته. فهو يعني بيرجع بضل يروح ويجي على التو اكزامبلز هدول في أماكن مختلفة من الكتاب.
فأنا بحس إنه يعني مش ملائم إنك تجتزئ جزء من الكود وتصير تشرحه في نص التشابتر بصير out of context. فعشان هيك أنا بستخدم my own examples، يعني لما أشرح عن موضوع معين عن فكرة معينة في الامبيد سيستمز بحط لك برنامج متكامل بس لهي النقطة، مش بجيب جزء من الكود، فبحسها أنها تعطي صورة أفضل عن المطلوب. قبل ما نطلع بس one minute، يعني هذا block diagram سريع على الديربوت. فبالتأكيد بما أنه embedded system ففي عندي هون computing hardware وحواليه في عندي مجموعة من السنسورز، في عندي مجموعة من الموتورز، هاي في عندي هون compass ultrasound imaging ranging module light sensor bump sensor. فيعني واضح كيف اللي هي الـ components اللي حكينا عنها في البداية، كيف أنه في عندي الـ computing hardware وفي عندي حواليه components أخرى تبني السيستم. هاي الرسمة بتورجيني شغلة already إحنا familiar معها اللي هي انتشار الإمبيدد سيستم، فبتورجيني عوائد الاستثمار والشغل في الإمبيدد سيستمز over time. فلاحظ كيف قاعدة بتزيد، وهذا كلام واضح زي ما حكينا، يعني everything عم بيصير له automation حوالينا، كل شيء عم بنحط فيه كمبيوترز، كل شيء عم بتحول لإمبيدد سيستم حتى فعليا يريح الإنسان في حياته. فلاحظ انتقلنا من 159 مليار عوائد يعني بيع الإمبيدد سيستمز ل 225 مليار. طبعا الأرقام هي يعني 2021 هذا أنا جايبه السنة الماضية فهو expected كان، بس هدول الأرقام اللي هون صحيحة. تمام؟ Any question؟ أوكي. فموضوع بسيط اليوم، حكينا عن مفهوم الإمبيدد سيستم، المكونات الإمبيدد سيستم، خصائص الإمبيدد سيستم، وشفنا أمثلة على الإمبيدد سيستم. Next time اللي هو بكرة إن شاء الله بندخل نراجع بعض أساسيات الكمبيوتر ومنكمل بـ chapter. Any question? Okay. هلا زي ما حكيت المحاضرة راح هي مسجلة يعني شوي وبتلاقيها على اليوتيوب. اللينك تبع البلاي ليست موجود على الموقع، يعني في بداية الصفحة تبعت الكورس موجود إنه اللينك للبلاي ليست تبعت شعبة واحد واللينك للبلاي ليست تبعت شعبة اثنين. فإن كيس حبيت ترجع للمحاضرة راح تكون موجودة وأفيلابل إن شاء الله. أوكي، يعطيكم العافية، أشوفكم بكرة إن شاء الله.